قال باحثون أن السباحة في البحر تزيد احتمال الإصابة بآلام في الأذن، بالإضافة إلى ظهور بكتيريا المعدة، مؤكدين أن الأشخاص الذين يسبحون في البحر أو الذين يشاركون في الرياضات المائية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض عدة مثل التهابات الجهاز التنفسي وأمراض الجلد والتهابات العين. فاصل قصير ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس تابعونا.